ماذا تريد أمريكا من قمتها مع القادة الأفارقة؟ تريد أمريكا الحقيقة أن تكون موجودة في أفريقيا، لأن الحقيقة انحصر التواجد الأمريكي الاقتصادي بالذات، انحصر انحسارا شديدا في الفترة السابقة، ولذلك تريد أن تستعيد موقعها مرة أخرى من جديد. نعم، ولكن سيد السفير، هل هناك علاقة بين التقارب الصيني الأفريقي الذي شهدناه مؤخرا وسعي الولايات المتحدة إلى عقد هذه القمة مع القادة الأفارقة؟ هناك طبعا الحقيقة نظرا لانتشار النفوذ الصيني في أفريقيا وفي غيرها من البلاد في القارة الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية أيضا، فإن الولايات المتحدة لا تريد إطلاقا أن تدع الصين لوحدها في هذا السبيل، وتريد أن تقلص من نفوذها واتصالاتها مع القارة الأفريقية، ونظرا لأن القارة الأفريقية محتاجة لأشياء كثيرة جدا، فلذلك يجب على الولايات المتحدة أن تقدم وتوضح كيف أنها ستكون شريكا للقارة الأفريقية ولتقدمها ولتنميتها. نعم. طيب، ولكن سيد السفير، إلى أي مدى تستطيع الدول الأفريقية أن تحقق العلاقات المتوازنة بين الولايات المتحدة من جهة والعلاقات الأفريقية الصينية في الناحية الأخرى؟ الدول الأفريقية في حاجة إلى جميع من يقدم لها يد المساعدة، المساعدة المالية والمساعدة التكنولوجية، وبالتالي فإنها لا يهمها أن تأتي من الشرق أو من الغرب، ولكن يهمها أن تأتي هذه المساعدات لكي تنهض وتتم التنمية فيها، وبالتالي فهي تقبل ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية شريطة أن تكون الولايات المتحدة جادة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. نعم، سيد السفير، أليست هناك خشية في أن تتحول القارة الأفريقية إلى ساحة للنزاع الأمريكي الصيني؟ طبعا هناك الآن في هذا الاتجاه تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الأفريقية منافسة للنفوذ الصيني، ستحدث هناك تقاطعات في بعض الأحيان، ولكن أتصور أن هذا يأتي في إطار النزاعات الموجودة بين الولايات المتحدة والصين في مسائل متعددة في أماكن متعددة، ولكن يجب على الدول الأفريقية أن تنتبه لهذا الصراع ولا تتدخل في هذا وأن لا تكون محلا لهذا الصراع. طيب، سيد السفير، القمة الأفريقية الأمريكية عقدت في 2014، ولكن القمة الثانية تعقد في هذا العام في 2022. لماذا غابت الولايات المتحدة عن القارة الأفريقية لمدة 8 سنوات، ولماذا عادت الآن؟ أتصور أن السياسات الأمريكية تجاه أفريقيا وتجاه الشرق الأوسط متناقضة وليست مستقرة، وبالتالي فإن هذا الغياب يأتي من عدم الاستقرار وعدم الانضباط بالنسبة للعلاقات. هي متأخرة فعلا وكان يجب أن تأتي قبل ذلك، ولكن تستطيع الولايات المتحدة أن تعوض ما فاتها بأن تقدم لأفريقيا ما تحتاجه من أدوات للتنمية وعلاقات للتنمية وتكنولوجيا تحتاجها القارة، وتوضح نيتها الصادقة في التعاون مع الدول الأفريقية لرفع مستوى التنمية فيها.